السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف عرض تقديمي من شركة اسمها فيو بوينت، عاملة نظام عجبني الصراحة لتنظيم المعلومات، و المشاركة بين الملفات بطريقة أسهل بكتير من إن احنا نعمل فولدرات وناخد الملفات كوبي بطريقة مانوال. فهو عامل أسلوب جميل جدا بحيث إن أنا بحط قواعد معينة، ولما تحصل القاعدة تبدأ الملفات تنقل من هنا لهنا، تنقل من فولدر مثلا الورك ان بروجريس للشير، تعمل لها اركايف اوتوماتيك، تمام، بالشكل دوت. تمام، هو اوتوماتيك انت بتحدد قواعد، يعني بتعمل رايت كليك وتقول له مثلا الملفات تنقل من الفولدر ده للفولدر ده لما فلان يوافق، وتحدد شخص معين او وظيفه معينه هو اللي يوافق، يعني البيم مانجر مثلا هو اللي يوافق على نقل الملفات من هنا لهنا، او رئيس قسم التصميم، او رئيس المراجعه هو المسؤول ان هو يفتح الفولدر ويعمل تشيك، تمام، ومثلا فلان من حقه يعدل، فلان من حقه يشوف الملفات بس، فلان مش من حقه ان هو يحط كومنتات، فلان من حقه يحط كومنتات، وهكذا. تبدا تحط قواعد وبحيث ان الملفات تبقى موجوده، وممكن اكتر من واحد يبقى شغال في نفس الوقت هو بيعمل نقل الملفات اوتوماتيك. تبدا تحط قواعد بس، يعني مثلا فلان اول ما يعمل كومنت تروح لفلان، مين من حقه ان هو يوصل للمشاريع الفلانيه، وينفع الحاجات كلها اونلاين. تمام، تقدر تتحكم وتعرف اي معلومه انت عايزها، مين اللي فاتح الملف، مين اخر تعديلات عند مين، مين اللي دخل على الملفات ديت. هنا هصدر الكومنتات للشخص المسؤول. تمام، يعني هو عمل الكوماند داتا انفايرمنت بس بصوره ذكيه، بيصدر لك هو ملفات الكوبي زي ما انت عايز. دي الشركه اللي هي فيو بوينت، دعايه مجانيه لان الشغل بتاعها يستاهل صراحه. الكوماند داتا انفايرمنت لو حد عايز يفتكرها هي الصوره ديت، تمام، ملفات من هنا اتنين لهنا اتنين لهنا. فهو بدأ يعمل لها قواعد، يعني فلان وفلان هيراجعوا الملفات تكنيكال، وفلان هيراجع شغل الريفت، وتبدأ الحاجات تتنقل من هنا لهنا اوتوماتيك حسب القواعد اللي انا حاططها. تمام، يعني ممكن اقول له اركايف كل اسبوع، تمام، لما تدي اشاره للمدير ويوافق انك تعمل اركايف. فما شاء الله شغل كويس جدا.